وهي منطقة الجفرة إلى القريات ومن القريات إلى لإنقاذ هذه المنطقة من الإرهاب والجريمة. قبل وصول قواتنا الإعلام الحربي الآن يعلن إسقاط طائرة حربية خرجت من مصرات الآن، وهذا اللي بدري نحن قلت لكم في طائرات مظلة جوية للاصطياد، أهي الآن وصلت المعلومة وهي إسقاط طائرة حربية خرجت من مصرات الآن. وما زال من حقنا أن ندمر ونضرب أي مكان يهدد أمن قواتنا وأمن شعبنا، بما فيها المطارات، بما فيها القواعد، بما فيها المتعاونين والأماكن التي تمت فيها هؤلاء الإرهابيين. هناك عملية إرهابية إجرامية ضد أحد المنازل في منطقة قصر بن غشير، هذه المنطقة هناك قصف، أعتقد يكون قصف طيران أو قصف مدفعية لأحد المنازل، كانت به أسرة، صاحبة البيت، الجوزة وثلاث أبناء، يعني أربع حالات، ولكن الحمد لله بهم إصابات، هم كلهم جرحى. كانت هذه أول، وهذه أول عملية تسجل في إصابة مدنيين في منطقة القتال. لدينا 92 جريح، منهم حوالي 25 جريح إصابات بسيطة تم علاجهم وغادروا المستشفيات. لدينا حوالي 5 حالات في العناية المركزة في المستشفيات. لدينا لحد هذا المؤتمر 28 شهيد في كل العملية العسكرية لإنقاذ هذه المنطقة من الإرهاب والجريمة. قبل وصول